السينما حياتك ليك فيلم هينزل قريب خطيب مراتي اه كوميدي اللي هو خطيب اه خطيب خطيب مراتي مراتي هو كوميدي شتيري كوميدي اه دور كوميدي دور كوميدي بس هو التجربة جميلة جدا لأن احنا أول مرة هنتفرج على نسختين ازاي؟ صم وبكم أو بلاش عشان هما بيزعلوا من الجملة قوي صم وضعاف سمع وأنا آسف طبعا أنا قلت جملة بوب ضعاف السمع وممثلين عاديين بمعنى أنا بعمل شخصية اسمها ياسر أوكي؟ أنا نفس شخصيتي بيعملها واحد تاني في نسخته هو يعني الفيلم نسختين نسختين يعني احنا كنا بنصور مشهد مرتين برضه بقى صعب جدا اه طبعا مجهود ومعانا كبير. ولد جوه الفيلم اسمه احمد صفوت وهو من صم وضعاف السمع دمه عسل وفنان موهوب جدا وبيعمل دور مهم جدا ومعانا الناحيه الثانيه ندى عادل وحسن حرب بيعملوا صم وضعاف سمع يعني معانا يعني تبادل الادوار انا بقول ان احنا بنتفرج على فيلم بطوله طبعا المطرب الرائع الجميل احمد سعد وانا وريم البارودي وممثله زميله تونسيه ايمان شريف والله رحمه الله عليه الاستاذ محمد متولي والحقيقه الفيلم انا شايف انه من اول فيلم لاحمد عفيفي والفيلم هياخدنا في حته جديده جدا لان هو غنائي تمثيلي بيعالج مشكله رهيبه جدا في حياتنا اللي هي مشاكل اللي نقدر نقول عليها انا ما بتجوزش دي ليه؟ عشان فيا ولا العيب فيها ولا فيها ولا فلوس الصراع الحياتي يعني فشخصيه انا بعملها شخصيه كوميديه وانا انا شايف ان عظمه الفيلم انك بتتفرجي لاول مره في تاريخ السينما المصريه انك هتتفرجي على نسخه كامله صم وضعاف سمع ونسخه كامله ممثلين عاديين اعتقد تجربه ان شاء الله يكون ينالها حظ النجاح يعني تجربه جديده وحلوه وفيها مجهود فكر نتمنى جديد. لان الجمهور هو اللي بيقدر هو اللي يحدد النجاح هينزل امتى؟ لسه ما تحددش هينزل في 10 ان شاء الله اكتوبر ان شاء الله في اكتوبر ان شاء الله موسم برضو مختلف شهر 10 موسم مختلف وبرضو موسم بيعتمد على الويك اند اللي هو الخميس وجمعه والسبت ده بيبقى اعتقد الى حد ما كويس يعني.